وبارك لحكومتنا الرشيدة ولشعب المملكة الحبيب ولأنفسنا بهذا الوطن العظيم بتاريخه العريق وإنجازاته العظيمة ومستقبله الواعد. تمر المملكة بمرحلة تحول مبهرة تقوم على مبدأ تطوير جميع القطاعات والاهتمام بجودة الحياة والاستثمار بأغلى ثروة وهي أبناء وبنات هذا الوطن. وبدورنا نحن كمواطنين أولاً وكذلك كمستثمرين نعمل يداً بيد لتحقيق رؤية المملكة لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة محلياً ودولياً وتوطين المعرفة والكفاءات والتقنيات المبتكرة واستقطاب المواهب الشابة وخلق فرص عمل فعالة والتموضع في الصفوف الأولى عالمياً في كل ما يتعلق بالاستثمار والنمو والتطور لنسهم معاً في تعزيز الهوية الوطنية ونضيف قيمة كل يوم في رحلة نحو الكسب الشريف وبناء الإنسان وعمار الأرض، ساعين بعون الله إلى تحقيق ما تطمح له حكومتنا، متمنين من الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد العظيم وقادته وشعبه وأن يديم علينا الأمن والرخاء والازدهار.